السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفهوم الاستدامة ان احنا نلبي احتياجات الجيل الحاضر من غير ما نيجي على قدرة الاجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصة. يعني انا عندي احتياج مثلا ان احنا نبني 1,000,000 شقة، فاحنا هنبني 1,000,000 شقة بس ما نقدرش الموارد، بحيث ان الاجيال اللي تيجي بعدين ما تلاقيش موارد، ما تلاقيش خشب، ما تلاقيش اسمنت، ما تلاقيش المواد اللي ممكن يبنوا بيها. فدي الفكره، دي فكره الاستدامه. احنا بقى عايزين نستخدم الذكاء الصناعي، وهو ده فرع من علوم الكمبيوتر، ان احنا نستخدم الالات الذكيه ممكن تعمل مهام عاده كنا بنقول ان الذكاء البشري بس هو اللي يقدر يعملها. نستخدم العلم بتاع الذكاء الاصطناعي دوت في تحقيق الاستدامه. ده اللي انا مهتم بيه الفتره ديت. ليه؟ لان هما مصطلحين مهمين جدا. الاستدامه مهمه لان الموارد محدوده واحنا عايزين نحقق اقصى استفاده منها. الذكاء الاصطناعي ممكن يحسن استخدام الموارد ويقلل الهدر، وده هيقوي موضوع الاستدامه. ممكن يكون عندنا كميه كبيره جدا من البيانات، فمن خلال البيانات دي هو يقدر يحدد النمط معين، او مثلا يعرف ان في هدر معين في وقت معين من السنه. لو بنتكلم على التشغيل يقول لك والله ده في هدر مثلا الساعه كذا الساعه كذا، في اناره مثلا بتبقى مفتوحه وفي نور اصلا طبيعي. وممكن واحنا بنصمم يقول لنا والله احنا ممكن لو عملنا حاجه معينه ده هيحقق تهويه طبيعيه او يحقق اناره طبيعيه، فيقدر يحدد لنا الاتجاه اللي احنا ممكن نعمله عشان نعمل تخصيص للموارد ونقلل استهلاكها وايه اللي احنا ممكن نستخدمه بشكل اصح. فممكن نستغل الذكاء الاصطناعي في مثلا تحسين اداء الطاقات المتجدده، طاقه الرياح، الطاقه الشمسيه، عشان نخليها اكثر موثوقيه واكثر كفاءه. لان اصلا الذكاء الصناعي بيعمل تلوث. الذكاء الصناعي كميه الاجهزه اللي موجوده عشان تجاوب على الاسئله وتقدر انها تستنتج الحاجات، كميه كبيره جدا من الكربون بيطلع في موضوع التبريد، التكييف، كل الحاجات دي يعني ضرر البيئه، فلازم نستغله عشان نحسن الضرر دوت ونعمل حلول استدامه اكتر، بحيث ان الذكاء الاصطناعي يقدر يحول كميه البيج داتا وكميه البيانات الضخمه اللي عندنا الى رؤى او الى مفاهيم او الى كلام واضح. تمام؟ يعني ممكن انت تبقى شايف معلومات كتيره جدا بس انت مش قادر تاخد القرار الصح في حاجه زي كده. على سبيل المثال ممكن يكون عندك مثلا اجهزه كتيره جدا بتديك المعلومات بتاعت المرور ترافيك في المدينه كلها، او بتديك الطقس مثلا عامل ازاي، الحاجات دي كلها، بس انت مش قادر تعرف ان في نمط معين ان بيحصل مثلا ازمه مروريه يوم الثلاث الساعه 5 مثلا، خروج موظفين وبتاع. فالذكاء الصناعي يقدر يجيب لك النمط بحيث ان انت تبقى مستعد للمشكله قبل ما تحصل. عنده كميه بيانات كتيره جدا، بالذات ان احنا شغالين دلوقتي حاليا في الانترنت في سينجز، وكل حاجه بتاخد معلومات وتدي معلومات، فانت عندك مراقبه للطقس ومراقبه للطاقه واستهلاك المياه وكل الحاجات ديت. فنقدر ان هو يقدر الذكاء الصناعي يساعدنا ان احنا ناخد قرارات، مثلا المزارعين امتى يبداوا يعملوا زراعه، ري المحاصيل، نقلل كميه المياه المستخدمه في المحاصيل، حد من هدر المياه، اداره الموارد بشكل افضل، ازاي ان احنا نقدر نقلل النفايات، ازاي نحسن التاثير بتاعنا على البيئه، لان التاثير بتاع الانسان على البيئه بيكون سيء، كل ما يروح مكان بيبقى ليه اثر سيء. فاحنا محتاجين ان عندنا اهداف للطاقه المتجدده، الطاقه النظيفه، محتاجين ان هو بقى يقول لنا امتى نستخدم الطاقه ديت، امتى ان احنا نقلل الهدر بتاعها، امتى نوجه الطاقه دي نحو مصدر متجدد معين، ازاي نقدر نقلل البصمه الكربونيه بتاعتنا، نعمل مستقبل اكثر استدامه. يعني هي الفكره كلها ان كميه الداتا الرهيبه دي ممكن هو يقدر يستغلها للافضل، بحيث ان هو يبقى العالم بتاعنا يكون صديق للبيئه. ممكن مثلا نستخدمه في اداره النفايات، عندنا كميه نفايات مواد قابله لاعاده التدوير، ازاي ان احنا نقدر من خوارزميات الذكاء الصناعي نحدد عناصر معينه في النفايات البلاستيكيه نقدر نستخدمها، نقدر نعمل فرز بشكل اكثر دقه
وكفاءه، نعالج موضوع الزراعه، ممكن الذكاء الاصطناعي يساعدنا في موضوع الزراعه واستهلاك الطاقه في المباني، نقدر نقلل انبعاثات الكربون، نقدر ان احنا نوفر الطاقه، نقدر ان احنا نحافظ على مصادر الطاقه والمياه.